الأزلية على مياوي طايرة سعيدة، على وطايرة سعيدة، موسم جديد والقلوب قاربة. على طير السعيدة يا نجمي في العالية، على يا نجمي في العالية، فقرات عديدة في البحر والبرري. على والجو غيم والقلوب سعيدة، على والقلوب سعيدة، شوقي لكم وطايرة سعيدة. اهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. اهلا بكم بالسالب البوادي، والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد، والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. بجمال هذه الطبيعة، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى بداية حلقة متجددة من طائر السعيدة من مدينة الخوخة ومن سواحلها الجميلة في محافظة الحديدة. أبتدئ مشوار حلقتي معكم أنا وطاقمي بمجموعة هائلة من الفقرات المختلفة والمتنوعة، وقبل أن تبتعد عدسة الكاميرا سأنطلق أنا وهم لتجول في أرجاء هذا البلد الحبيب. أهلا بكم. من بوابة السيارة أنزل إلى بوابة التاريخ، وتحديدا في جامع الملكة أروى بنت أحمد الصليحي في منطقة الجمعة والنجيبة التي سنحاول أن نتجول في أفيائها في رحالة اليوم. لكن قبل ذلك سنضع سؤالا لحلقتنا في هذه الفقرة، وسؤالنا يقول: في أي عام بني جامع الملكة أروى بنت أحمد الصليحي الموجود في منطقة الجمعة التابعة لمديرية المخا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ طالب بدر خميس. من وين؟ من محافظة شبوة. يا حي. في أي عام هي قريب بني جامع أروى بنت أحمد الصليحي في عزلة الجمعة بالمخاء؟ في أي سنة؟ هجرية. أي سنة؟ الآن أعطيك جائزة. ما في مساعدة خيارات؟ ماشي خيارات؟ هكذا من أول مساعدة، أبدأ أول شيء جيب محاولات، ما إحنا نقول لك صح ولا غلط، بعدين نجيب لك محاولات. تقريباً 1375. لا. قبل. يعني قبل 1300. أروى بنت أحمد الصليحي 1300، أنت داري إحنا الآن 1400، يعني الآن أروى بنت أحمد الصليحي كانت موجودة ما بيننا وبينها 50 سنة مثلا. يعني قبل الميلاد. يلا مشي. ما هذا لا سألني فيه، بدو يراعي غنم ما بعرف فيه. حاول اعطيني تاريخ كذا وأنا أساعدك. كيف عاد السؤال؟ في جامع اسمه جامع أروى بنت أحمد الصليحي، موجود في عزلة الجمعة، موجود في المخاء. في أي عام هجري بني هذا الجامع؟ ما بعرف. هذا سنه 1990. حلو. هي الوحده سوا صح؟ اروى بنت احمد الصليحي. اروى بنت احمد الصليحي كم عام 1990؟ قديم. سالم عبد الله علي. من وين عم سعد؟ انا من لحج. من لحج يا حي. وانت؟ من لحج. ايش تقرب له؟ ها؟ ايش تقرب له؟ قدي. قدك. الله يحفظك ان شاء الله. ايش تسوي؟ والله اشغل هذه القنابيع. صلح حاجه؟ حاجه اشتغل.
ايوه اهلا وسهلا. انت دارنا نعرف صلاح ان شاء الله نبيعني. قم 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 خليني يصير اشتغلني على الله. جلس فوق الكرسي ما يكتسرش. خلي العم جلس فوق اكتسر. ماشي اكتسرش. لا اكتسر. كم يطلع لك؟ هذا يوم ما فيش يوم ما فيش كذا أربعة. الله يوفقك. وانت ليش تشتغل؟ طيب معك أسرة انت؟ ما فيش معي عمل حكومي. الله يفتح عليك ان شاء الله. طيب انا عندي سؤال، اذا عرفت تفوز اذا تكسب معي جامع اروى بنت احمد الصليح. جامع اروى بنت احمد الصليح في عزلة الجمعة في المخاء. سنة كم بني؟ والله ما بتعرف. جامع أروى بنت أحمد الصليحي اللي حيكون موضوع حالتنا في حلقة اليوم مع بعض المعالم في أي عام؟ 41 مش واحد. اطلع على فوق. 50 لا فوق. لا لا يغشك. يلا قل 400 وكم؟ 400 وكم؟ كم؟ 440 لا زيد اطلع. 460 اطلع. 480 اطلع شوية. 490 أيوة قبل 90 زد 6 كم يصير؟ 95 96 فعلا صحيح. أحسن إجابة صحيحة. وفي العام 496 للهجرة بني هذا الجامع اللي حتكون مثل ما قلنا تفاصيل رحالتنا فيه. ورائع إنك عرفت الإجابة، وبالتالي أنت كسبت معنا جائزة الرحال في حلقة اليوم من طائرة سعيدة 6 50,000 ريال. أروح أشوف رحالتي. أهلا بكم في رحلة اليوم اللي حتكون بإذن الله رحلة مميزة. نحاول دائما في هذه الفقرة إن احنا نتجول في أحياء هذا البلد الحبيب سواء كان في المدن أو في الحضر. خلونا في رحلة اليوم ننتقل إلى منطقة ربما لأول مرة سنصل إليها، منطقتي النجيبة والجمعة، وهي تعد من أرياف مدينة المخاء. يا رب تكون رحلة مميزة. نتعرف أكثر على تفاصيل هاتين المدينتين، يلا معنا. حين نتحدث عن سحر القهوة وسحر قلوب أبناء البلد الطاهرين بجمال وروعة تعاملهم وعن كنوز البحر وجزره بما فيه، فاعلم أنك في المخاء، جوهرة اليمن العظيمة وبوابتها للعالم. طبيعة جغرافية ومبان أثرية اندمجت مع بساطة أبناء المدينة. وصلنا إلى هناك تحديداً إلى منطقتي النجيبة والجمعة لنفاجأ باستقبال حار من أبناء المدينة وأسواقها. شعرنا بذاك الكم الهائل من الحب فبادلناهم إياه. سوق النجيبة الذي كان متواجدا في السابق في منطقة الجمعة وكان يعرف بسوق الجمعة انتقل إلى هنا وتحدث شخصيا في يوم الخميس نهاية كل أسبوع. سوق توجد فيه بعض الأكلات الشعبية الموروثة من المخاء تحديدا، بالإضافة إلى بيع سمك الباغة بطريقة مشوية وهي مخصصة أيضا في هذا المكان، الجرار، البضائع الأخرى، الأشياء التراثية التي سنقرها لكم عادة الكاميرا. هنا استوقفتنا عدسة الكاميرا بتفاصيل سوق النجيبة، أقدم أسواق المخاء والساحل بين الهاملي والجمعة، والذي يتوافد إليه الناس أسبوعياً من كل قرية بحثاً عن مبتغاهم.
فمنهم من يبيع بضاعته، ومنهم من يشتري احتياجاتهم، ومنهم من يتسوق بحثاً عن شيء لم يره من قبل. مأكولات قديمة تباع هنا، وطرق مختلفة في طباخة السمك على الفحم وغيره، أجود أنواع الحبوب، ملابس متنوعة، بالإضافة لصناعات قديمة لحرف يدوية صنعت بمهارة الأيادي السمراء، كلها وجدت مكانها بين أفياء السوق. كل ما تتمناه تجده ببساطة. وبحثاً عن مآثر التاريخ، توجهنا إلى عزلة الجمعة، أكبر عزل المخاء، وفيها وجدنا جامع الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، المعلم التاريخي الشاهد على الإرث الإنساني. من هذا المكان الذي عالت من مئذنته أصوات التكبير حتى اللحظة، كنا وسنكون معكم اليوم في أحد معالم عزلة الجمعة الموجودة في المخا، وهي تعد آخر منطقة تابعة لمحافظة تعز. لنجد هذا الجامع الذي بنته الملكة أروى بنت أحمد الصليحي في العام 496 للهجرة، أي ما يقرب في القرن الخامس للهجرة. هذا الجامع الذي لم يكن فقط مجرد دار للعبادة، وإنما كان أيضا لتحفيظ القرآن الكريم وأيضا لتحصيل الأموال آنذاك. كما أشاهد وكما يحكي التاريخ بأنه كان مكونا من مجموعة من القباب التي تعد 6 نوعا ما، ولكنها ومع تدهور الزمن والعوامل الطبيعية تحولت إلى 3 قباب، ليظل هنا شامخا مقاوما لعوامل التعرية، محتفظا بما تبقى من معالم التاريخ. جامع الملكة أروى بنت أحمد الصليحي بني بشكل مستطيل، أي يقبل صفاً من المصلين في كل مستطيل. أحجاره بيضاء، بطنت جدرانه الداخلية بالطوب الأحمر، وتم طلاؤها بمادة النورة لتحفظ ما تبقى من معالمه. الجانب المقابل لجامع الملكة أروى وجدنا هذا البئر القديم الذي قيل بأن زمن حفره قد توازى مع زمن بناء هذا الجامع. مياه جوفية تأتي من الأعماق، ويخبرنا الأهالي بأنها تظل موجودة طوال العام، ولذلك كما نشاهد خصصوا لها هذه الأدوات التي تساهم في استخراجها ومن ثم إيصالها إلى مناطق مختلفة محيطة بهذا المكان، مع العلم بأن هناك ساقية كانت أيضا بجانب الجامع إلا أنها اندثرت مع مرور الزمن. وادي الدولة، المعامرة، عزلة الجمعة، الواقع في شرق مديرية المخاء، أحد الأودياء الذي وصلنا إليه في رحالتنا في هذه الحلقة، هو واد عرف بوجود العديد من البرك المائية الموجودة فيه، إما المستحدثة بصنع البشر أو تلك التي محيطت طبيعيا بفضل عوامل التعرية. المياه المتواجدة فيه تأتي من أعلى الجبال، وبعضها مياه جوفية تذهب حال سبيلها لتتوزع في النجيبة وغيرها من المناطق الأخرى. هو واد يعد متنفسا لأبناء المنطقة تحديدا في أيام الصيف حينما تنتشر فيه الخضرة والأجواء الجميلة.
صدقك وخذني معك. أم كيس بخمسين ما تشتري يا مسكين، زاد الماء على العجل لا دخن ولا طحين. وخذني معك وخذني معك. إذن كانت هذه هي رحلتنا في حلقة اليوم التي حاولنا أن نتجول فيها في ريف المخاء لنتعرف على أبرز الأماكن الموجودة تاريخية كانت أم طبيعية، بالإضافة إلى استعراضنا لبعض الأشياء الفلكلورية الموجودة في حياة أبناء هذه المنطقة الأكثر من رائعة. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا، إلى أن تحافظوا على جمال أرواحكم في رحلة آخر قد نلاقيكم فيه في الميدان. مع بعض دائما احنا بنحاول نركز على الناس اللي بيشتغلوا اعمال سواء من الباعة المتجولين او غيرهم. هو طبعا العمل مش عيب، والناس في هذه الظروف والازمات الصعبة بالذات اللي فقدوا اعمالهم او اللي حاولوا انها تتغير مسارات حياتهم من مسار الى اخر، او حتى اللي كانوا ما يشتغلوش واضطروا انهم يخرجوا يشتغلوا، كل هذا عشان يشقوا ويصرفوا على اسرهم. حتى انه في حالة خاصة معينة دائما نلاحظها انها تشتغل وتعمل رغم انه فيها يعني ربما ظروف معينة مختلفة، مع ذلك ما بيأسوش أبدا وإطلاقا. فقرتي هذه أنا أحاول أن أنا أركز على بعض من هذه الحالات، أسأل السؤال إذا جاب لي الإجابة أعطيته 60,000 ريال، ما جابها أعطيته 3 فرص يسأل 3 أشخاص وكل واحد ممكن أنه يعطيه إجابة واحدة. بعدين من هنا يبدأ التجسيد مبدأ الإيثار، إذا الشخص الآخر وافقه بأنه يأخذ الجائزة له، يعني اللي جاوب يجيب الجائزة للأول كان بها وأثره عليها، فإذا ما رضيش أقتسمها مع بعض. خليني أبدأ أشوف شخصية اليوم وبطل هذه الفقرة. نبدأ كالمعتاد الرحلة ونشوف أين ممكن إحنا نحصل أي واحد يشتغل. صباح الخير. شوف في أطفال، في حتى أطفال اضطروا إنهم يخرجوا يشتغلوا خلال هذه الفترة. من قبل الأطفال كانوا ما يشتغلوش، يعني حتى أطفال العالم كلهم مشغولين بتنمية أنفسهم بالتعليم بالصحة، إلا إحنا أطفالنا مضطرين إنهم يخرجوا يشتغلوا عشان لقمة العيش، عشان يكون كمان مسؤول عن أسرة معينة. فخلونا نكمل البحث نشوف لوين بنوصل. طيب أنا تعبت الآن شكلي، وأنا مع انه هذا المكان هو اصلا يعني اكثر ناس بيشتغلوا على العربيات وكذا. خلوني اركز، يمكن كنت طرحت في بعض الحلقات انه في ناس او في هذا يتعاقدوا مع بعض المحلات، يكون يروح من المحل ويخرج بعض البضائع ويحطها دائما على الرصيف، بس بعضهم لا بيضطر انه يجيب البضاعه بصعوبه، بعضهم اذا ما حصلش بضاعه يحاول انه يلاقي اي فرصه واي طريقه بحيث انه يشتغل عليها. صباح الخير، كيف حالك؟ نرجع ان شاء الله. اوه انا تعبت. لحظه تعالوا، انا شفت واحد هنا. كيف حالك؟ كيف أنت؟ أصورك عادي؟ عارفني باسمك؟ نجيب. من؟ اسمي نجيب. إيش اسمك؟ نجيب. نجيب. من وين يا نجيب؟ من وصاب. من وين؟ من وصاب. من وصاب. إيش تفعل هنا يا نجيب؟ جميلة. طيب يا نجيب أنا معي سؤال، أنا بسألك هذا السؤال، إذا عرفت تجاوب تحصل على 60,000، إذا ما عرفتش نروح نسأل أنا وأنت الناس، تمام؟ لا. أنت كم يطلع لك باليوم؟ كم تحصل باليوم؟ نجيب اتكلم معي، كم تحصل باليوم؟ انت كم يطلع لك باليوم؟ 1,000، 2,000، 3,000، كم يطلع لك؟ كم؟ كم؟ 2000. 2000 ريال تشقي على اسره ولا على نفسك؟ كم منهم افراد اسرتك؟ كم عددهم بالبيت؟ 10. كم؟ 10. 10؟
كثير الله يكون بعونك. الحين ايش رايك اقوم انا وزان ويكتسر الميزان؟ لا اكتسر الميزان عادي. تاكد من الوزن بكم؟ الوزن بمية. الوزن بمية. طيب تقدر توقف؟ وقف وقف عشان اسالك سؤال. وقف. طيب انا ايش اسالك سؤال؟ قلت لك اذا عرفت تجاوب كسبت الجائزه، اذا ما عرفتش روح نسال. تمام. شوف، ما هو اقصى حجر في العالم؟ في معانا احنا احجار كثيره في العالم صح، بس في حجر قاسي جدا من هذه الاحجار، ايش اسمه؟ حجر ايش؟ ها تكلم تكلم. مدري. كيف مدري؟ طب ايش تسمع صوتك؟ انا مش سامع صوتك. مانيش داري اقول. شوف، في معك احجار، معك عقيق، معك كذا، معك هذا اقصى حجر في العالم، ايش اسمه؟ مانيش داري. حاول. ما هوش فايدة. طيب ايش رايك هذه الفقرة اسمها مع بعض، نروح انا وانت مع بعض ونسأل الناس، اذا جاوبوا يا اما تقسم الجائزة معاهم يا اما تاخذها لك. جاهز؟ طيب كلهم قل مع بعض. مع بعض. اذا مع بعض ومع نجيب حناخذ الميزان اللي يشتغل عليه ونروح نشوف هذه الفقرة وكيف حتم. يلا بسم الله، هات الميزان يا نجيب، هات الميزان. يلا انت حتكون المذيع، امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الآن أنا وأنت يا نجيب خليني نروح مع بعض نسأل الناس. وكم منكم بالبيت؟ قلت لي 10 صح؟ أبوك وأمك وأخوانك ولا كيف؟ طيب الله يحفظك. ما تحصلش صعوبة لما تخرج تشتغل؟ صعب. إيش أصعب حاجة عندك؟ إيش أصعب حاجة تحصل لك لما تشتغل؟ إيش أصعب حاجة تحصل لك؟ إيش الحاجة الصعبة اللي تحصلها؟ الناس يكونوا مثلا متساعدين معك ولا لا؟ ما تساعدوش؟ ليش؟ ايش يقولوا لك مثلا؟ ما عاد فيش ناس يوزنوا دي الايام صح ولا لا؟ معلش مش مشكلة. يلا خلينا نروح نسأل. ها نسكر الماء. يلا روح اسأل هذا مثلا، اسأل هذا، تعال تعال اسأل هذا. يلا قل له كيف حالك؟ عرفنا باسمك. الحمد لله. كيف حالك انت؟ قل عرفنا باسمك. العز الخليدي. يلا اسأل السؤال، ما هو أقصى حجر في العالم؟ مش أصغر، أقصى. أقصى أقصى حجر في العالم. أقصى ما أعرفش. إذا راحت الفرصة الأولى على نجيب، باقي معك اثنين نسألهم. نروح نشوف اثنين ثانيين. مساك الميكروفون، أنت المذيع وأنا اللي أمشي بالميزان. أي واحد تحصله صغير كبير سأله. قلت لي كم يطلع لك باليوم؟ كم؟ 2000 ريال. 2000 ريال تكفي؟ لا ما تكفيش بالبيت. في حد ثاني يشتغل غيرك بالبيت؟ ما بشحن أبي. أنت المسؤول عليهم يعني؟ وين أبوك؟ أبي بالبيت جالس. أين؟ جالس بالبيت. ها جالس في البيت. أنت كم عمرك؟ 20 سنة. العمر كله إن شاء الله يا رب. طيب من نشوف، من نسأل، من نسأل؟ سأل هذا يا نجيب دوها. سأل هذا، ايش رايك؟ سأله. يلا قول السلام عليكم، عرفنا بحالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عرفنا باسمك. عرفني. ماجد القندي. يلا، ما هو أقصى حجر في العالم؟ ما أقصى حجر في العالم. الجرينيت. لا، أقصى حجر في العالم من الأحجار الكريمة هو. مسك مسك الميكروفون، انت المذيع. الحجر السوداء. لا انا ما درسنا الجرينيت. لا خلاص نروح نشوف الفرصه الاخيره والثالثه مع نجيب. من نروح نسال؟ تعال سال هذا. روها. خلاص السلام عليكم، كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ارفع صوتك يا نجيب. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. عرفنا باسمك. عرفني باسمك. خالد وليد. ما هو أقصى حجر في العالم؟ ما أقصى حجر في العالم. قرداحة. الإيش؟ قرداحة. لا إيش الداحة دي؟ حجر. لا ومن الأحجار الكريمة. الألماس. ها؟ الألماس. الألماس صحيح، الألماس يعتبر الألماس من أقصى الأحجار الكريمة حسب ما قيل وذكر من معلومات. عرفنا باسمك مرة ثانية. خالد وليد محمد عبد المحسن. خالد. خالد معانا. نجيب. نجيب من مصاب مثل ما تشوف، من ذوي الاحتياجات الخاصة ويشتغل دائما على ميزان. فالجائزة هنا 60,000 ريال، لك حرية إنك تقسمها مع بعض أو إنه يأخذها هو.
عادي شيء ياخذها عادي ياخذها. لا مش هو الشيء، هذا الموضوع لك انت. عادي. الان تقرر امام الكاميرا، يا تاخذها تقسمها نص بنص، يا تاخذ جزء منها يا تجيبها له كله. خلاص ناخذ جزء والباقي له. تاخذ جزء، كم تاخذ منها؟ اخذ 30. تاخذ 30 يعني النصف. اذا اسمك الكريم مره ثانيه؟ خالد وليد محمد عبد الحسين. اذا خالد يا يا نجيب، خالد جاوب على الاجابه بياخذ نص الجائزه و30 الف لك. راضي؟ راضي. راضي راضي. راضي ولا مش راضي؟ راضي. راضي. الله يعطيك العافيه ان شاء الله والصحه والسلامه، ويكون تفضل لو سمحت بس امسك الميزان. نكون قد فعلا في هذه الحلقه قد حاولنا تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصه ممن يقومون بالعمل وفق ظروف معينه، ويتم تسليم الجائزة لابن مدينة وصاب نجيب 60,000 ريال بالتساوي بينه وبين الأخ الذي أجاب على الجائزة. نعدها؟ عدها. تعرف تعدها ولا عدها أنا؟ داو عد 30 من 30. ودائما بنحاول نركز إن إحنا نسلط الضوء على أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي بيشتغلوا في سبيل إنهم يعني يكونوا شاقين على أسرهم ويصرفوا عليها. 30,000 ريال لك. 30,000 ريال. يحييهم الاثنين، يعطيكم العافية. لا تروحوا بعيد، ما زالت لدي الفقرات مختلفة، كونوا معنا. أهلا وسهلا فيكم في فقرتنا المخصصة دائما وأبدا، اللي بنستضيف فيها مجموعة من الشخصيات الجميلة والرائعة، شخصيات نحاول نتعرف على حياتهم، على تفاصيلهم، على أشياء كثيرة. شخصيتنا لهذا اليوم مميزة جدا جدا، عشان إنه أولا اخترنا زوجين مع بعض، لا وكمان من الحبيبة سوريا. خلوني أعرفكم بضيفي العزيزين، أو كل واحد يعرف بنفسه، صح ولا لا؟ أهلا وسهلا فيك، عارفين باسمك. الله يسلمك. أنا الدكتورة ريم البردان، ريم محمود البردان. أهلا وسهلا دكتورة ريم، كيف الحال؟ تمام نشكر الله. من وين؟ من سوريا دكتورة ريم؟ أنا من درعا من سوريا. يا أهلا وسهلا. هلا فيكي. الله يسلمك. وحضرتك؟ أنا الدكتور لؤي شيخ الشباب. أهلا وسهلا دكتور لؤي، برضو من سوريا. من وين؟ من سوريا، من دمشق. من دمشق؟ آه. وإيش اللي جمع دمشق على درعا؟ أوه. إيه هذا الإيه؟ حابين نعرفها إيه؟ هلا أنا درست بدمشق. أه. تمام، درسنا طب سوا بنفس الجامعة. أه. تعرفنا على بعض بالجامعة. أه. وهيك صار نصيب. سبحان الله، يعني زملاء في الجامعة مع بعض. أه. اي نعم. والكتكوت هذا ابنكم صح؟ اي نعم. شو اسمه؟ احمد. تو احمد. احمد الله يخلي لكم اياه. الله يسلمك. ما عندكم غيره صح؟ اي بس الله يخلي لكم اياه. الله يسلمك. الله يخلي لك. طب دكتورة ريم، احنا يعني اولا سعداء ان احنا التقيناكي، الامر الثاني انه حابين نتعرف اكثر عن دكتورة ريم، حياتك في صغرك في سوريا، فين عشتي، كيف عشتي، انت الاخت رقم كم، كم عندك اخوات، وكمان يشاركك الدكتور لؤي في الحوار. هلا انا رقم 3 بالعيله، في اختي الكبيره، بعدين اخي، وبعدين انا، بعدين اخي، نحن صبيان وبنتين. بابا طبيب اطفال كان الله يرحمه. اهلي كانوا باليمن من 30 سنه. كانوا موجودين قبل. اي نعم، فيا محاسن الصدف انا رجعت على اليمن بعد 30 سنه. يا ستي على العين. تسلمي يا رب. يعني انا فيكم تقولوا انه انا يعني الحليب، يعني ما اخذت حليب، لا كنت ببطن امي لما رحت على سوريا. تمام، فكنت بالشهر الثامن ماما كانت حامل فيني، وسبحان الله كانوا كمان بمنطقه بتعز كمان قريبه من هون، يعني فانه ماما كثير بتحب اليمن كثير. يعني انا من لما كنت صغيره وانا اوعى على اغاني اليمن، على اهازيج اليمن. طبعا احنا ما بنعرف شيء، بيفرق كثير عنا. واو واو. تمام، بس انه ماما بتحبهم خلاص، يعني احنا كنا وعينا على الدنيا ونحن نشوف على التلفزيون امي تحط على قناه اليمن تتفرج على الاغاني على الشعب على هيك، وتتذكر طبعا هي قعدوا 4 سنين هي وبابا الله يرحمه. وتسلمي يا رب. طب هو ولو قاطعتك، يعني هم ايش كانوا بيسووا مثلا في اليمن؟ جو صدفه زياره عمل؟ لا كمان عمل، نحن كمان عمل هون. تمام، فهو بابا كان طبيب اطفال الله يرحمه، فاجى عقد عمل وماما اجت مرافقه معه. ماما درست تمريض وهي اشتغلت معه كمان باليمن. سبحان الله، يعني هم اجوا قبل 30 سنه وانتم جيتوا وراها. تماما تقريبا. دكتوره انت ليش جابك لليمن؟ عشان دكتوره ريم وراها ما حبيت تترك الحاله يعني. ما فينا نبعد عن بعض. الله يخليكم لبعض يا رب. يسلمك يا رب. تسلمي. واخي تولد اليمن، ولد هون. من مواليد اليمن. ايه اخي تولد تعز. إيه بس انت حسب ما قلتي لي انه يعني الماما جات وراحت وكانت حامله فيكي، ما كنتي بتعرفي اليمن، ما عرفتيها الا هالفتره لما زرتيها. ايش الاشياء اللي يعني زرتيها؟ وحلا كم صاير لكم في اليمن؟ كم هلا؟ تقريبا صرنا 3 شهور تقريبا. 3 شهور من لما جيتوا اليمن؟ ايوه.
لما جينا من سوريا جينا فورا على اليمن، صرنا 3 أشهر تقريبا. اليمن حلوة حلوة، الجو كتير حلو. هلا نحن هلا بهذا الوقت ما فينا نقعد هيك، برد 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 عنا سوريا. ايه سوريا برد، تلج هلا مستحيل. ايه ايه هلا ما يعني هذا برد، عرفتي؟ فالجو كتير حلو هون، يعني نحن اهم شيء انه الجو حلو. هاي بتقولوا اي توافقها ولا لا؟ اه ها ايه اعطيني اجوبه. وين نحن في عنا شغله الاولى بسوريا، ما لازم الرجال يخالف المرأة، فخلص شو ما حكيت إلا أوكي، إنه إذا خالفها يعني أي يعني أي شيء تقول أي نقول أي بعدين العواقب وخيمة. لا لا بس على حق يعني. لا 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 بس الجو إيه. الجو عن جد كتير رائع. الشعب حلو، الناس بسطاء، بحبونا، بحبوا السوريين، يعني لما يشوفون سوري يعني إنه واو، يعني إنه هيك. صراحة هالشيء مو دائما بتشوفيه ولا بكل مكان، يعني في كتير بلدان ما بتحب السوري مثلا، عادي يعني، او انه عادي شيء عادي. بس باليمن لا، لمسنا الحب، يعني احنا لما شفنا اجينا فعلا بيحبوا السوريين. بالعكس سوريا الجمال، الحلاوه، القلق، او سوريا سوريا فيها كل الاشياء الجميله والرائعه. انا شخصيا كنت اتمنى ان انا ازور سوريا، لكن ان شاء الله بتشرفينا وبتجي على بلدك الثاني باذن الله. ان شاء الله. هلا انت حاليا بتشتغلي انت والدكتور اي مع بعض؟ اي نعم، بنفس المكان. هو تخصصك ايش دكتور؟ انا مسالك. مسالك بوليه. وحضرتك؟ نساء وولادة. نساء وولادة. الله يوفقكم يا رب إن شاء الله. طيب انتقالكم لليمن أكيد خلاكم تمروا بمواقف مختلفة، يعني إنه أنتوا الواحد مو سهل عليه إنه يترك بلده، مو سهل عليه إنه يترك بلده إنه يبدأ في بلد آخر بعاداته وتقاليده وثقافاته، فإيش الأشياء اللي واجهتكم؟ لو نبدأ من عندك دكتور لؤي. بلش من عندي هيك صعبتيها. طيب. لا عشان ما تقول أي شيء تقوله أنت تقول مثله. بلش أنا. هلا هي بصراحة يعني شوف لك شغلة، العالم كونه فيه محبة تمام، ما يحس الواحد فيها الاختلاف الكبير تمام. بجوز الواحد بعيد عن أهله، يعني هي بجوز النقطة الكبيرة. أنتم أهلكم الاثنين مع بعض في سوريا. تمام. بس كونه إحنا عائلة كمان بضل الوضع أخف علينا شوي. مثل ما قلت لك محبة العالم هون أريح كانت شوي. طبعا انتقال من مكان لمكان هو كان الأصعب. يعني الفوارق، الفوارق إيش الأشياء اللي شفتها موجودة في اليمن مو موجودة في سوريا، أو اللي موجودة في سوريا مو موجودة في اليمن؟ هذا يعطيك فرصة تفكر بالسؤال. نحن ليك أهم شغلة عنا الأكل صراحة. الأكل الأكل يعني هون في اختلاف كبير بالأكل طبعا. هي. يعني في اكلات، هلا الاكلات الشعبيه نحن نشوفها هون ما عندنا اياها، وفي عندنا شيء كمان ما انه موجود هون. ايش مثلا ايش الاكلات الشعبيه اللي بتتميز فيها سوريا؟ سوريا طيب هلا اول شيء في عندك شيء نحن نقول له التسقيه. نعم تسقيه. تسقيه تسقيه. تسقيه هون فته. فته احنا عندنا فتة كمان. بس اللي عندكم يعني ايش نوعها؟ بس ما بتشبهها. نحن الحمص، من الحمص نفسه من نسلقه بكون مسلوق مستوي منيح، ومن ناخذ الخبز، الخبز لازم يكون ناشف او مقلي تمام، وبنحطه وبنعمل شيء اسمه بدوه. البدوه هي اللبن اللي بتقولوا له زبادي. مو حقين، زبادي صارت، صرت اعرف. وبنحط له طحينه وبنحط له ليمون وثوم، وبنخلطهم سوا وبنحطه على الخبز مع شوية حمص. بعدين منرد منحط حمص على الوش الحب تمام، ومنحط لها من فوق زي هي سمنة، نقلي سمنة، فكتير مختلفة. طب انت ايش المشكلة اللي حتواجهك دام الدكتورة اللي موجودة معك فحتحط لها كل الأكلات اللي ما نقص شي عليه؟ كل شي موجود. ما نقص شي والله. شوفي بس سبحان الله الخضرة حلوة هون، خضرة يعني موجودة، يعني في شغلات حتى موجودة دائما عندكم، نحن ما عندنا يا مواسم بحسب الجو يعني والبرد وهيك، بس سبحان الله في طعمة للخضرة بتفرق. ايه في شغلات. هلا انا مثلا الطماط حبيته هون كتير حلو، كتير طيب. غير النوع، غير موجود عندنا نحن كمان، بس طيب يعني كتير طيب تمام. في سبحان الله موجود كل شيء تقريبا. هلا الباذنجان كتير بيفرق عن اللي عندنا كتير. نحن في شغلة أكلة أساسية عندنا ياها المكدوس. المكدوس هذا الباذنجان اللي عندكم ما بينعمل فيه مكدوس، ما بيصلح، إجباري. يعني نوع من أنواع الفوارق الأكلات اللي شفتوها في الاختلاف. طيب غير الأكلات، غير الوجبات، المواقف ربما أو العادات والتقاليد، الأشياء الموجودة كثقافة تختلف ما بين البلدين. ما بعرف إذا ما في هلا يعني أنا مثلاً لما إجيت أنا حسيت حالي شوي غريبة. تمام. عندكم فعلاً في ثقافة، في حتى اللباس مميز، في حتى ما بعرف النقاب كمان مميز. نحن ما عندنا يا في سوريا، عادي الألوان كله بنشوفه أسود،
اسود اسود، نحن لا عندنا الوان يعني سبحان الله طبيعه شعب بقى، يعني فرق بلد مش اكثر، كل الناس خير وبركه طبعا. هي كانت فوارق. هلا الشعب طيب، بس يمكن اللهجة. أيوة أنا كنت أريد أسألكم على اللهجة، كيف تتأقلموا مع اللهجة اليمنية بالذات؟ إنه اللهجة اليمنية عندكم في تعز لهجة، في صنعاء لهجة، في عدن لهجة، في كل المحافظة. أنا بحكم طبيعة يعني بتعامل مع المرضى، بيجوني المريضات وهيك، ففي منهم صدقا ما بيفهموا علي ولا بيفهم عليهم، بصفن هيك شوي، فبتكون قابلة واقفة جنبي بيقول لها ترجمي لي إنه شو حكيت، ما هي كلمة ممكن ما فهمتيها مثلا كثير. يعني أصعب كلمة ممكن ما يعني أسألتي عليها أو ما قدرتي تستوعبوها لهلا أنت والدكتور؟ ما يعني هلا هي مو إنه صعب، بس إن أنت التكرار صراحة. بس أحياناً بتجي عليك كلمة بتثبت في بالك، يعني ما بتقدر تروحها من بالك. ما هلا كلمات صعبة ما في صراحة. طيب يعني الآن حالياً في مثل هذه الأيام اللي هي أيام المناسبات سواء رمضان أو الأعياد، إيش الفارق اللي ما بين يعني رمضان والأعياد في اليمن ورمضان وأعياد سوريا؟ هلأ سوريا يعني رمضان بسوريا كتير حلو، كتير يعني هو أول شيء لمت العيلة على صفرة واحدة، يعني هي أهم شغلة، لأنه سبحان الله يعني بيكون كل واحد بشغله وكل واحد بيعمله هيك، بس خلص أنت وقت ساعة الأذان المغرب يعني كله بده يجتمع بهاللحظة يكون موجود. تمام. طبعا فترة السحور كمان كتير حلوة، ما تفيقي وتحضري والهيك الأناشيد الدينية، جو رمضان كتير جو حلو. يعني طبعا في عنا أكلات مميزة كتير يعني خصوصي برمضان، نحنا حتى حلويات هدول يعني ما بتشوفيها بقى. طبعا الحلويات السورية الرمضانية تحديدا هذا طبق لا يعلى عليه. اكيد هي اساسي بتنحط مع الوجبه، يعني العصائر الحلويات اي عم لك، في شغلات في حلويات جاهزه برا من السوق، وفي حلويات لا نحن بنساويها بالبيت. طيب حديثنا عن الفلكلور السوري مثلا، حدثونا اكثر عنه، يعني اقصد انه كل بلد لها موروث غنائي قديم معروف فيه مجموعة من الفنانين والفنانات. مين أقدم وأجمل الفنانين اللي أنتوا بتحبوا تسمعوا لهم من فنانين سوريا؟ تسمعوا أغاني لقديم ولاحق؟ مش كتير بتغنوا. هلا هو وينك نحن؟ ما بيغني لا. ليش ما بتغني له دكتور؟ الآن لازم تقدمي شكوى، ليش ما بتغني له؟ عبر هذا المنبر. والله هلا والله هو شوفي نحن اكثر شيء يعني نحكي هيك الشباب يعني ايام قبل الزواج ننزل، ما بعرف اذا هون في هيك مقاهي قهوه يعني نحن الا تمام، ننزل القهوه مع الشباب اكثر شيء نسمع جورج وسوف وصباح فخري. ايوه تمام. ليش بعد الزواج ما بتسمعوا؟ ليش ما بعد الزواج؟ خلاص صار الواحد بالبيت. استني خليني بس نطلعه بالحديد، خلينا نجره شوي، خليه يحكي. انت لا تشوفي العدد. تفضل دكتور. ايوه تفضل. ليش بعد الزواج ما بتسمعوا اغاني؟ ليش بعد الزواج بصير الواحد هو بيغني لمرته؟ طب اثبت لنا كيف الواحد يغني لمرته بعد الزواج. اثبت لنا. شو كان اسمها ذيك الغنيه تبع مرتي حلوه مثل القمر؟ بعدين شو كمليها لك حافظتيها؟ ذكري ما حدا قال اياها ولا مره. اول امام اول مره بيقول لي اياها. شو مرتي حلوه؟ المفروض انت كنت ايش تشترطي عليه في عقد الزواج؟ عن جد ما غني لي؟ لازم والله لازم. بالمناسبه على سيره الزواج، ما حكيتوا لنا كيف تعرفتوا على بعض؟ قلتم كنتوا زملاء تقريبا صح؟ كنا بالجامعه سوا. نعم. عادات وتقاليد الزواج في سوريا كيف بتتم؟ ايوه هي نقطه اختلاف على فكره عن هون، يعني هلا نحن الشعب كتير منفتح كتير، يعني انه هي ففي حرية زيادة او في حرية موجودة. تمام. هلا نحن اجتمعنا بالجامعة وحبينا بعض يعني بالجامعة، وتقدم لي وخطبني وهيك كان هيك. لا اقصد كمراحل مثلا، انه في مثل ما عندنا مثلا الخطبة وبعدين اول شيء يشوفوها بعدين الخطبة بعدين ايش يعني بالنسبة ليوم الزفاف حتى ولو قاطعتك، احنا مثلا عندنا عدة ايام، مثلا عندنا يوم في عدة محافظات يوم الذهب واليوم الفضة ويوم الغسل ويوم مدري ايش، حتى انا ما اعرف بالايام هذه كثير، فهل في مثل هذه الايام عندكم؟ هلا شوفي هو زمان شوي قبل الاوضاع، يعني كانت اوضاع الماديه تسمح
فعلا بهذا الشيء. الان يعني احكي لك الان يعني شوي اقتصدت العالم بسبب الغلاء طبعا يعني. فنحن عندنا اول شيء اذا عجبته بيشوف البنت، ممكن ما يكون يعني خطبه تقليديه ما هو اللي شافها، اهله يخطبوا له يعني. يعني عندكم خطوبه الاهل كمان موجوده؟ معقوله اي موجوده اي، انه هي الام بتشوف له اياها، بيكون خصوصا اذا مسافر مثلا برا البلد، انه امه بتروح بتحب البنت بتشوفها بتتعرف على اهليتها على بيتهم على هيك حياتهم يعني. بعدين اذا كان في موافقه مبدئيه بتقول لابنها، بيروحوا زياره ثانيه مع العريس مشان يشوف العروس، يجتمعوا يشربوا القهوه هيك يعني. وبصراحة الحوار شيق جدا بيناتكم ما ينمل منه، والمفروض انه انا كمان اسال اسئله اكثر من كذا، تحديدا عن الوجبات في رمضان والاعياد. احنا حكينا بشكل عام تقريبا صح، بس اريد اعرف اذا في تقريبا في العيد اكله معينه في يوم العيد تقريبا سوريا بتتميز فيها صح؟ تماما اي، نحن عندنا اول يوم بالعيد يعني هي مثل البركه، انه لازم نطبخ بيض اكله بيضه لاكله فيها لبن، اللي هي يا اما شيخ المحشي يا اما شاكريه تمام، يعني هي اكله لبن، فانه بتكون بيضه، فبيقولوا انه زارنا النبي يعني. هي بتتيمن وحتى بشكل الاكل ونوعيه المواد الموجوده فيه تماما تماما، او يقطين بلبن، فهذول كتير مميزين. فيعني نحن ماده اللبن تنفقد من السوق اول يوم اول يوم بالعيد مع كثر الشراء طلب. تماما دكتور لؤي، ايش اكتر اكله بتحبها لنا دكتوره ليم دائما بتسويها لك؟ مليحي. نعم المليحي. مليحي ليش هذه الاكله؟ ليش تساليها هي شو المليحي؟ لا انا بسالك انت، انا بسالك انت ليش تمام. ايش معنى اخترت هذه الاكله دونا عن غيرها يعني؟ هلا لك هلا هي الاكله انا ما بعرفها بدمشق، هي الاكله هي من درعا. اكله مميزه في درعا يعني هي هذا يقولوا المنسف الحوراني. هذا شكلك اكلتيها قبل في الجامعه؟ لا والله لا والله والله شوفي للامانه اكلها من ايد ماما مو من ايدي يعني. كمان فانا طبختها بعد الزواج بس هو قبل، هي على فكره كمان اكلت لبن بس بتمتاز فيها حوران اللي هي درعا تمام. فهو كتير حبه وقت اللي اكلها، ما عندهم اياها بالشام ما بيعرفوها. سبحان الله يعني مثل اليمن في مناطق ايوه تماما تماما. طيب انتوا الان اكيد بعيدين عن اهلكم وربما لكم مجرد اشهر هنا بس اكيد مشتاقين. اكيد ايوه. فدكتور لؤي ايش يعني من كلمه توجهها لاهلك في سوريا؟ يعني كل الشوق والحنين مثل ما بيقولوا لاهلنا بسوريا، ويعني بدنا نتشكركم كمان على هاللقاء الحلو، ويعني ان شاء الله يكون هيك. طمن ماما انه ريم قايمه بالواجب زياده. لا كان هلا هي وينك على قلتي رح تسمع بتحكي عم نحكي كل يوم كل يوم بنحكي بتطمن علينا اول باول. يعني الحمد لله، لا اكيد ما فينا نقول لهم انه نحن مزعوجين او هي، لا الحمد لله عايشين مبسوطين يعني، ما فينا نوجع قلبهم اكثر، البعد لحاله هو شغله، بس لا الحمد لله نحن بين اهلنا يعني، نحن الحمد لله ببلدنا الثاني ان شاء الله. الله يسلمك. واحنا سعداء فيكم ومبسوطين سواء في تواجدكم في اليمن انتوا وكل الاشخاص السوريين او من الشخصيات العربيه الاخرى، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح، وانه انتوا كمان تتعدوا هذه الخطوه وتوصلوا للخطوات اللي حابين لها. انا عندي لفته بسيطه من قناه السعيده من مجموعه فاضل الريمي للتجاره والاستيراد، الوكيل الحصري في الجمهوريه اليمنيه لشركه الزيوت المتحده او الزهور المتحده للزيوت النباتيه، ولول فود ممثله عنها الخاله الجميله لول الشرعبي 50,000 ريال. يعطيكم الف عافيه. الله يسلمك كلك ذوق. شكرا لك وفرصه سعيده تشرفت معك. انا اسعد. يعطي لي اياكي الله يعافي قلبك. شكرا إليك. شكرا دكتور لؤي. وشكرا لكم ايضا انتم مشاهدين الكرام الموجودين في المنازل، لا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفه، كونوا معنا. أهلاً وسهلاً بكم في إلعب واربح في فقرتنا المخصصة لكم أنتم في الميدان، واللي من خلالها تستطيعوا تجاوز الإيماء. بعد ما تتجاوزوا الإيماء على طول ممكن أنك تروح إلى مراحل المسابقة. إيماءنا في حلقة اليوم بيتحدث عن لغز بسيط جداً، ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ بعد كذا إذا عرف يجاوب حينتقل معنا إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الكرات، الكرة هذه هي عبارة عن 3 صفوف ويمشي وتدخل مبالغ وفرص مختلفة. بعدين إذا ما استطاع يعطيه فرصة في أنه يأخذ أحد المشاركين الموجودين في الميدان ويشارك بداله. ينتقل بعد ذلك إلى الصناديق، يمكن يربح معايا سيارة، يمكن يربح ذهب، يمكن يربح مليون، يمكن يربح لعبة، يمكن ما يربحش أي حاجة، يمكن إحنا نربح وجوده ومشاركته معنا في الميدان. هيا بنا.
سلمك. عرفني باسمك. احمد من جدة. حياك يا احمد. ايش احلى شيء في جدة؟ جدة جوها. جوها صحيح. جوها وناسها واجواءها واسواقها كل شيء. يعطيك العافية احمد. انا عندي سؤال، ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ لا يلد ولا يبيض. ايوه، اذا عرفت جواب تكسب معنا جائزة في برنامج طائر السعيدة. ها، حيوان لا يلد ولا يبيض. حيوان لا يلد ولا يبيض. يلا نشوف اهل جدة يفوزوا معنا ولا لا. يلا. حيوان لا يلد ولا يبيض. خيارات؟ لا ما في خيارات. انت اصلا لو عرفت بتدخل معانا في جائزة، في مسابقة، والمسابقة هذه لو فزت فيها كنت تكسب سيارة، تكسب ذهب، انت وحظك. ان كما تكسب شيء. السمك. سمك لا يلد ولا يبيض. يلا هوي كيف يتكاثر. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. لا يلد ولا يبيض. لا يلد ولا يبيض. لا يلد ولا يبيض. ايوه الحيوان لا يلد ولا يبيض. لا يلد ولا يبيض. لا يبيض ولا يلد. ولا يلد. الإنسان. أنا أقول لك من هو الحيوان تقول لي الإنسان. ليش الإنسان هو حيوان؟ لا يبيض ولا يلد. أنا الحين سحب قمة دقيقة بس يعطيك العافية. حيوان لا يولد ولا يبيض. اللي يولد لا يبيض. طبعا ما فيش حيوان ما يلد يبيض. الا حيوان لا يلد ولا يبيض. سمكه. سمكه لا تلد ولا تبيض. لا حيوان حيوان حيوان. حيوان لا يلد ولا يبيض. والله ولا زقه. كيف تكاثر انت؟ طيب السمك. السمك لا يلد ولا يبيض. كيف تكاثر؟ اه كيف تكاثر من تجيب بدل السمكه عاد؟ والله يعني السمك هو يكون الايش؟ سمك هو. لا مش السمك. حيوان. لا حيوان لا يلد ولا يبيض. من الذي لا يلد ولا يبيض؟ الذكر. ذكر ايش؟ ذكر. ذكر الحيوان. صح. ذكر الحيوان. ذكر الضيق. ذكر الحيوان. ذكر الحيوان. ذكر الديك يعني الديك انثى هذا الحين. فعلا ذكر الحيوان. صحيح ذكر الحيوان هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض، مع انه في حيوانات من الذكور تلد، بس انا اقول الذي لا يلد ولا يبيض. وبالتالي تكون الان دخلتي معنا اللعبة. انت وحظك. كيف حظك؟ يعني نص بنص الله. من وين انت؟ من عدن؟ من الشيخ عثمان. من الشيخ عثمان. حيابك وان شاء الله تكوني معانا يا رب فائزه، قد تفوزي بربع مليون شبكه ذهب، مليون، نص مليون. انت وحظك ان شاء الله. يعطيك العافيه وبسم الله. ومع ام عمر في مدينه عدن ونشوف حظها في حلقه اليوم. اهلا وسهلا بكم مره اخرى الى العب واربح في حلقه اليوم التي ستكون هنا في محافظه عدن. والاستاذه فريده تفضلي معايا هنا. كيف حظك مره ثانيه؟ ان شاء الله حلو. يا رب باذن الله. اللعبه مكونه من مرحلتين اثنتين. المرحله الاولى انه عندك مجموعه من الممرات تمر الكره من خلالها، اذا سقطت الصف الاول 20,000، هنا 30,000، هنا 40,000 ريال. اذا ما عرفتيش معاك 3 فرص، ما قدرتيش تختاري شخص يلعب بدالك، تقسموا جائزة المرحلة الأولى نصفين. بعدين إذا عرفتم ننتقل للمرحلة الثانية وتختاري أحد الصناديق. جاهزة ولا لا؟ إن شاء الله جاهزة. وهذه الفقرة برعاية شركة فهد المربعي، الزهور المتحدة للزيوت النباتية، وأيضا للفود. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفضلي معانا. أريد الكل اللي يكونوا موجودين معانا بس هنا نعد مع بعض للأخت فريدة. يلا كلنا مع بعض. 1 2 3. بسم الله. عايزك خشبة بهدوء، هي تحتاج شوية توازن بس. هوب أحسنتي. برافو. هوب راحت. اعطيني اياها. راحت الأولى. سريع. واحدة واحدة. ما له بعدين قرع. زي ما تساير الحياة ساير الكرة. إن شاء الله. خلص خليني بالثاني، قد مشيت الأول. والله بسم الله. ها. واحدة واحدة ويا رب تفوز فيها. هيا حركي. لحظة 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 لحظة. عالم سيري عالم سيري.
اخر مرحله لحظه اخر مرحله العبي معنا لحظه انا عندي فكره احنا نغني لها علم سيري علم سيري على بال ما تصير واحد اثنين ثلاثه علم سيري علم سيري ولا وقفه علم سيري ثاني مره علم سيري علم سيري راحت خلاص بوكل واحدة اذا استاذه فريده الان من حقك انك تختاري احد الاشخاص اذا عرف انه يلعب حتقسمي جائزه المرحله الاولى فقط معه اما جائزه الصناديق لك وحدك الان الميدان امامك اختاري احد الموجودين اختار مستان من؟ صد من؟ من الشناء على شوقي من الشناء على شوقي من الشناء على شوقي زميلنا في الطاقم تعال تعال يا شوقي تعال خلاص تعال 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 يا شوقي تعال تعال اطلع طيب من شاطر؟ طيب في اختارت زميلنا شوقي هنا؟ يا شوقي ليش اختارتك ليش؟ يعني انت تعرف تلعب؟ يعرف يلعب اللعبه. يلا شوقي بسم الله الرحمن الرحيم. ومع شوقي كلنا نعد مع بعض. واحد اثنين ثلاثة. يلا شوقي. يلا على مسيري على مسيري. على مسيري. على مسيري. على مسيري. على مسيري. راحت عليك يا شوقي. هي شوقي بتعرف تلعب. يلا الأخيرة المحاولة الأخيرة ما يجيش بالناس يا شوقي يا شوقي هي أوكي لا اختاري أحد الأشخاص بسام مين تختاري؟ بسام بسام مالك مالك لا 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 بعد بعده بعده اخترتي هذا تلا بسم الله يجيبها يا رب يا سلام الله 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 على على السلام السلام بالراحه مالك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الاخيره اخر شيء يا سلام روح ايوه ايوه يا سلام تعال غني له على مسيري على مسيري تعال يلا 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 الثاني يلا ابدا يلا غني على مسيري ان شاء الله يلا غني معك يلا على مسيري على مسيري على مسيري على مسيري يا جم واكسي على باب الصاب هلا مرحبا هلا مرحبا بس ليش اللي نادي قابل والله قد هلا الغنيه الكره الغنيه شويه احنا في المرحله الاخيره ابا حباب السام يا سلام يلا يلا الاخير يا سلام يا سلام بسام باقي شوي ايوه باقي اذا بسام هذه 40000 ريال 20 20 20 20 ونعود إذن إلى مرحلتنا الثانية وهي مرحلة الصناديق معك ستة صناديق مختلفة اختاري أحد الصناديق الموجودة في داخلها الآن أنت تفكري بواحد من هذول الصناديق هذا اختار الصندوق الأصفر ليش الأصفر؟
يعني اشوف لونه كذا لونه مميز. طيب يعني اعطيه انشراح كذا. انشرح قلبك له من الاخير. بكم تبيعي لي الصندوق؟ بكم تبيعي لي الصندوق؟ لا ما ابيع الصندوق، انا وحظي. بيعي لي الصندوق؟ انا وحظي. اشتريها منك ب 20,000 ريال. لا لا انا وحظي. 20,000 ريال. لا 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 لا. 50,000 ريال. 50,000 ريال اعطيكي اياها مع ال 20 اللي معاكي صارت 70,000 ريال واخذ الصندوق. لا لا انا وحظي. انا وحظي. انا يعجبني دائما المغامرة. يعجبك؟ يعجبني. أنا يعجبك المغامرة؟ انا وحظي. فرضي طلع فاضي. عادي برضه هو حظ. بعض الصناديق فاضية. هو حظ، حظ من الله سبحانه وتعالى. بعض الصناديق فاضية. عادي عادي. انت حظك. انا وحظي. من 50,000 ريال إلى 100,000 ريال. لا 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 الصندوق 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 الصندوق. بيعي الصندوق. بيعي الصندوق. بيعي الصندوق. بيعي الصندوق الصندوق. 100,000 ريال ومعك 20,000 ريال صار 120. الصندوق الصندوق الصندوق. أيوة كل المية. لا 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 أنا حظي. كل المية عادي بتحرك. إيش بيطلع؟ بيطلع عليه والله بيطلع. 150,000 ريال. أوه كثير. لا 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 150,000 ريال. لا لا الصندوق رافضة. أنا حظي. أنت حظي. أنا حظي. طيب هي لأنها صوتها رايح صوتها رايح ومتعبة بالزكام ما حتعبها بالتفاصيل والمفاوضات. 150 رافضة؟ لا 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 رافضة. خلينا نفتح الصناديق الأخرى وهذا حقك. اختاري واحد من هذول الصناديق. اختاري. أيوة أيوة اختاري واحد افتحه الآن. اعطيني اعطيني هذا. هذا مش صندوقها وإنما بنشوف إيش في داخله. هناك في داخله وردة. وردة والورد للورد. طيب اختار صندوق اخر. اختار صندوق ثاني غير حقي. هذا حقك بس اختاري صندوق ثاني. اعطيني هذا. هي صندوقها الاصفر. هي صندوقها الاصفر. شوف ايش معانا. عندك اطفال؟ معانا اطفال. عندك اولاد؟ كم؟ بنت وولد. بنت وولد. وهذه البنت الثالثة تتربى بعزك ان شاء الله. غيرها. اختار صندوق اخر. كمان اختار صندوق ثاني. ولا نفتح صندوقك. نفتح صندوق فريدة. صندوق فريدة. انا حظي. كان يحتوي. انا وصلت. انا وصلت. انا وصلت مع فريدة الى 150,000 ريال و 20,000 ريال كانت معاها فهي مش راضية. ذهب. حرام من بيتي. ما ان شاء الله. صندوق فريدة. بسم الله بسم الله. ربع مليون ريال. ربع مليون ريال. الف الف مبروك فريدة. الف مبروك. حظك حل. حياها. اذا الف مبروك يا فريدة. مبسوطة؟ الله يسعدك الله يحفظك. إذا ربع مليون ريال كانت جائزة فريدة في حلقة اليوم من العب واربح. ما زالت لدينا العديد من الجوائز المختلفة. كونوا معنا. تفاصيل كثيرة قد لا ندركها إلا عندما نتعمق ما بين الفوارق اللغوية فيما بينها البيت. سؤالي في حلقة اليوم يتحدث عن قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ولكن بعد المعصية قال تلكما الشجرة، فلماذا قال تلكما والشجرة مفردة واحدة؟ دعوني أتعرف على إجابة اليوم والفائز معنا فيه. عندي سؤال. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ولكن بعد المعصية بعد ما صارت المعصية قال تلكما الشجرة، فلماذا قال تلكما مثنى وهي أصلا شجرة واحدة؟ ليش؟ ليش أول شيء قال ولا تقربا هذه الشجرة بالمفرد بعدين قال ولا تقربا تلكما الشجرة؟ يعطيك العافية. شكرا لك. خيارات. لا
سعادة قليلة. يعطيك العافية. كيف الحال؟ تمام. ايش اخبارك؟ تمام. عرفني باسمك؟ عبد الرحمن سلمان. حياك اخي عبد الرحمن، ايش تسوي هنا؟ هاجي اطعمك في الشغل. سلامات. طبعا احنا في حوش احدى المستشفيات، ايش حصل لها رجلك؟ فلت مع الصقالة. ها فسقطت من فوق. الله يعطيك العافية. طيب انا عندي سؤال، اذا يعني عرفت تجاوب قد تكسب عليه جائزة. قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، ولكن بعد المعصية قال تلكما الشجرة. ليش قال أول شيء هذه وبعدين قال تلكما؟ لماذا؟ وأنا أعطيك جائزة. الله. هذه الشجرة هو قالها، ولا تقرب هذه الشجرة لمن قالها؟ لمن؟ لتكونن من الخاسرين. لمن قالها؟ كان يخاطب من؟ لآدم. كان يخاطب آدم وحواء. هذه الشجرة كانت صيغة المخاطب لمن؟ لآدم وحواء. آدم وحواء. قبل المعصية ولا بعد المعصية؟ لما قال لهم ولا تقرب هذه الشجرة. قبل المعصية. قبل المعصية صحيح. فقال تلكما لأن المخاطب بها المثنى هما آدم وحواء. نعم. إذا تلكما كان لمن؟ لآدم وحواء. بعدين لو كان يعني قصده على الشجرة مثلا كان جمع وقال تلكم الشجر، ولكن هو يقصد تلكما الشجرة، يعني أن تلكما لآدم وحواء مش للشجرة نفسها. والله ما افتهم لك حاجة صح؟ لا هو يعني المقصود في فعل آدم. شوف: ولا تقرب هذه الشجرة لتكونن من الخاسرين. نعم. وقال بعد المعصية تلكما الشجرة. ليش قال في البداية هذه الشجرة خلاها واحدة بعدين قال تلكما الشجرة؟ هل هن كانت ثنتين شجر؟ لا معناته مجموعة. تلكما عائدة لمين؟ لآدم ومن وحواء. لحظة يا شباب لحظة. لآدم وحواء. تلكما عائدة لآدم وحواء، لكن هذه كانت مخصصة لمين؟ للشجرة نفسها. صح ولا لا؟ صح. صح، وهذه إجابة صحيحة. عرفنا على اسمك مرة ثانية. عبد الرحمن سلمان. عبد الرحمن سلمان يكون قد فاز معنا في هذه الحلقة من فقرة روائع القرآن الكريم 50,000 ريال. ألف ألف مبروك، يعطيك العافية. شكرا لك، معافى إن شاء الله. قال تعالى مخاطبا لنبينا آدم عليه السلام بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. وبعد المعصية قال تلكما، وسبب ذلك أن هذه الشجرة كانت صيغة المخاطب بها لقربها من آدم وحواء، ولذا قال هذه الشجرة. وبعد المعصية قال تلكما لأن المخاطب فيها مثنى هما آدم وحواء وليس الشجرتين، ولو كانوا جمعا لقال تلكم الشجرة. في ايش وليش، الفقرة اللي من خلالها نعرض صورة موجودة في الميدان. هذه الصورة نحاول من خلالها ان احنا نتعرف على سبب وجودها. حلقة اليوم او فقرة اليوم عن سبب وجود الغطاء المطاطي داخل غطاء القنينات المستخدمة للمياه او غيرها، ليش موجود فيها؟ خلونا مع بعض نتعرف على معلومة اليوم ونشوف الفائز في هذه الفقرة. السلام الله عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلمك. عرفني باسمك. عبد الرحمن عبد السيف. من وين؟ من الكباب. وين أنت من الصبح ندور عليك؟ أنا موجود. وين كنت؟ منين جيت ذحين؟ من التربة. يعطيك العافية إن شاء الله. الله يسلمك. إيش هذا اللي شايفه أنت معايا هنا في الصورة؟ هذا غطاء. غطاء غطاء. غطاء لقارورة. في الغطاء دائما في عندنا قطعة مطاطية فوق، إيش وظيفتها؟ ليش حطوها هناك؟ اي هذه ال ايوه هذا، شوف الغطاء هذا في عندك فوقه قطعه مطاطيه، حطوها هناك ليش؟ والله ما هذه اي داخل. ايوه انا شغلك بعد النظاره عشان تشوف. ايوه هذا الغطاء اللي داخل. ايوه في داخله جواته قطعه مطاطيه، ايش وظيفتها؟ هذه وظيفتها اللي ضمت يضمها فيها باب القاروره. طيب كانوا بيحطوها هي من غير الغطاء. والله ما يعطيك العافيه. اذا الله يسلمك وعافيك. سعيده شكرا لك. ليش يحطوها؟ ليش ما يحط الغطاء فقط؟ هذا مشان الاعلان. الاعلان.
يعطيك العافية. شكرا. كيف الحال؟ الحمد لله مرتاح. عرفني باسمك. عادل محمد أحمد العام. حياك. من أنا اسم عادل؟ من حيفان غابرة. ما شاء الله. أول حيفان يشوفه ما شاء الله طبيب. ما شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أستاذ عادل إيش شايف هنا؟ أشوف قارورة وعليها غطاء داخلها. داخلها مادة مطاطية. مادة إيش فائدة المادة المطاطية الموجودة في هذا الغطاء؟ تحمي من زي ما تقولي تحفظ الماء يعني. الحبيبات حق الماء. الماء بيبقى حبيبات. معقمة. لا. ما فائدة المادة المطاطية الموجودة على أغذية القوارير؟ أنا زي ما قلت لك تحمي. لها وظيفة معينة. قلت له تحفظ من تحفظها بصير. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك؟ عاصمة. من وين؟ من الجبل. أي الجبل هذا؟ جبل الفرس. جبل إيش؟ الفرس. أين مكانه هذا جبل الفرس؟ بالشعب. أين هذا الشعب؟ هنا فوق. أين فوق؟ هذه المحافظة أو المدينة إيش اسمها؟ كريتر. أنا ما أدري، تقولي لي من الجبل فوق. الدنيا كلها جبال. أيوة كريتر. حيا بك. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش شايفة هنا معايا؟ والله ما كانش قاري. هذا إيش؟ دبة صح؟ قارورة. فيها غطاء صح؟ ايوه. في داخل الغطاء بالذات حق علب البيبس قطعة مطاطية، ايش فائدة هذه القطعة المطاطية الموجودة على الغطاء؟ ايش الفائدة منها؟ ما ادري ايش. كيف ما تدريش؟ انت من الجبل ما انتش دايره ايش الفائدة؟ لا. حرارة؟ لا. مش الحرارة ها. ايش اسمك انت؟ ام خالد. من وين؟ من الشيخ عثمان. من الشيخ عثمان ها. معاكي طبقة، هذه الطبقة المطاطية الموجودة في الأغطية، موجودة تلاقيها في البيبس في المياه، إيش فائدتها؟ أنا أعطيك جائزة. يعني تحمي حاجات كتير يعني من الجراثيم. من مش تحمي من الجراثيم. تعالي. أيوة غاز إيش؟ تعالي قربي. أيوة إيش من غاز؟ تعالي غاز إيش؟ ها إيش من غاز؟ يلا أنت قريبة. ثاني أكسيد الكربون؟ لا. أين الغاز طيب؟ أين الغاز؟ تخيلي إنه هذه علبة بيبس تمام؟ وهي مغطية بغطاء بلاستيكي وفيها العلبة المطاطية، إيش فائدته؟ أين الغاز اللي خارج ولا الغاز اللي داخل؟ الغاز اللي داخل. أيوة ماله؟ ماله؟ عشان الغاز اللي داخل ماله؟ أي ما يتسربش. حلو، ما يتسربش، عشان الغاز اللي داخل ما يتسربش، فهذه هي القطعة المطاطية تحمي هذا الغاز الموجود في العلبة، صح ولا مش صح؟ برافو عليك، أنا حاسس إن أنت اللي اخترعتي ذا الاختراع. اسمك مرة ثانية؟ أم خالد. إذن أم خالد تكون قد فازت معنا في إيش وليش هنا في مدينة عدن بجائزة هذا السؤال، وفعلا القطعة المطاطية الموجودة على أغطية العلب المعدنية المخصصة للبيبس أو الغازات هي تحمي فعلا من تسرب الغازات وما شابه، وبالتالي تكون قد فازت معنا بجائزة إيش وليش في هذه الحلقة. 40,000 ريال. ألف ألف مبروك. يعطيك العافية. شكرا لك. يا مرحبا بكم في حظك من جوالك، الفقرة اللي نحاول من خلالها ان احنا نسلط الضوء على التواصل الاسري بين افراد العائلة. اتصالك بابوك بامك باخوك باختك قد يربحك معنا جائزة، وبالتالي تنتقل فيها الى مراحل مختلفة. حظك من جوالك من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات، تتضمن مجموعة من المراحل. اتصلت بابوك، اتصلت بامك، بعدين نشوف المرحلة الثالثة، رقم الحظ المتزامن مع عرض الحلقة في اي يوم من ايام شهر رمضان المبارك، لننطلق بعدها الى هل كنت تمتلك شريحة ثيو ام لا. علشان نشوف الفائز تعالوا معايا للميدان، خلونا نشوف فائز حلقة اليوم كم الجائزة اللي حيحصل عليها. كيف حالك؟ عرفني باسمك. الحمد لله. عدنان ابراهيم العفيفي. من وين؟ من لوزم العدنان صبر الموادم. من صبير. طيب انا الان في معي فقرة اسمها حظك من جوالك، كيف حظك؟ حلو ولا زين؟ والله الحمد لله يكون ان شاء الله. طيب السؤال الاول، اول حاجه معك تليفون؟ ايوه. وينه؟ طلع. اذا هو حيربح معانا اليوم المئة الالف ولا لا؟ ان شاء الله. اول حاجه اتصلت لامك اليوم؟ لا. ليش؟ الجمعه اتصلت له. ليش الجمعه؟ ليش ما اتصلش اليوم؟ ايش يا شباب اربعاء صح؟ ليش ما اتصلش الاربعاء؟ نتصل يوم الجمعه قدنا. شفت كيف كان سؤالنا؟ اتصلت لامك. لو كنت اتصلت لامك كسبت ال 100 راحت عليك. يعطيك العافيه. الله يعلمك. هلا يا هلا. كيف
الحال؟ الحمد لله، كيف كنتي؟ الحمد لله. عارفيني باسمك؟ اسمي سهام. من وين يا سهام؟ من جدة. من جدة. ايش احلى حاجة في جدة؟ كل شيء فيها حلوة. حلو، بس افضل الاشياء الموجودة فيها مثلا؟ الاماكن يعني؟ ايه، البحر، واجهة جدة البحرية. صحيح، حلوة، ناسها وجوها كلها واهلها كله. صحيح، الله يعطيك العافية يا رب. طيب احنا نشوف انتي حتكوني رابحة معنا في حظك من جوالك ولا لا؟ ان شاء الله. حظك حلو ولا لا؟ اي حلو الحمد لله. عندك جوال؟ ايوه. طلع جوال. شوف الجوال، طلع جوالك. اعطيها الجوال. تصورك توثيق ها؟ طب تعالي خشي معاها يمكن تربحي. تعالي تعالي. عرفيني باسمك، ايش اسمك؟ امنة. ادري امنة من جدة برضو. ايوه. انت خوال؟ بنت اختي. ما شاء الله، الله يعطيها العافية. الوالدة موجودة؟ ايوه. متى اتصلتي فيها اخر مرة؟ قبل شوية. حلو، ورينا المكالمة. اخر مرة اتصلت الوالدة قبل شوية. شوف المكالمة. يا رب تفوز معانا يا رب. هذا هو موجود. ايش مسجلة اسم الوالدة وينه؟ لا انا والدتي اختي، والدتي مو هنا بس اختي يعني. اختك الكبير. لا نسيب الاخت، نشوف الوالدة اولا. الوالدة. تبي الوالدة يعني؟ أيوة. لا الوالدة ما تكلمنا، بس اختي والدتي. طيب اوكي، اخ الله يخليها لك يا رب. الوالد برضو لا مو هنا، هم مو هنا معايا. مو هنا ما تتصلي عليه؟ لا اتصل عليها بس مو دائما يعني. لكن كسبنا شوفتك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. عفوا. الله يوفقك وياك. صلاح الدين. من وين يا صلاح؟ ممتاز. معك تليفون يا صلاح؟ اعطيني تليفونك. هذا الفقره اسمها حظك من جوالك، اذا حظك حلو كان بها، حظك زفت زفت. كيف حظك؟ الوالده موجوده؟ الله يحفظها. متى اخر مره اتصلت لها؟ الوالده والله معي عيوب. متى اخر مره اتصلت لها؟ اتصلش. ما اتصلش الوالده ليش؟ جنبي عندي عايش. ها طيب ما اتصلت لهاش؟ الوالد موجود؟ الحمد لله. متى اخر مره اتصلت له؟ اتصلت له والد. مش اتصل لي هو، انت اتصلت له. متى؟ الساعه 8 كذا. الساعه كم؟ 8. افتح لنا المكالمه الاخيره ونشوف. الساعه 8 اين ابي سيف حيل قبل ساعتين. اوكي، اخر حاجه او المرحله الثانيه بدل الام، زوجتك متزوج؟ الحمد لله. اتصلت زوجتك؟ عايش معي يعني 24 ساعة. اخوك اختك؟ اخواتي ايوه الحمد لله. بس اتصلت لها؟ جارد جارك؟ طيب صاحب جاري. افتح لي اخر مكالمة لجارك. العم كيفي؟ هذه قبل 14 ساعة. حلو طيب اوكي. 20 20 40. رقم الحظ اليوم معانا 14. اعطيني ثلاث مكالمات فيها 14. شوف كيف بدك ترتعش. آخر ثلاث مكالمات صادرة أو واردة نهايتها رقم 14. إحنا الآن معانا 40,000 ريال، عدل مرحلتين الأولتين. آخر ثلاث مكالمات في 14 ماشي. لا مكالمة صادرة ولا واردة. صادرة ولا واردة. 14 ماشي. ما فيش لا صادرة ولا واردة. راحت عليك، ما فيش معه غير إنه من 100,000 ريال كسبت كم؟ 40,000 ريال. مرة ثانية كذا كون خليك يعني جاهز بحقك الاتصالات، واتصلوا اتصلوا اتصلوا وشوفوا أهلكم وأرحامكم وصلة الرحم إن شاء الله. يعطيك ألف عافية إن شاء الله يا رب. هذه الجائزة مقدمة من الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو ألف ألف مبروك. 40,000 ريال في محافظة تعز. أهلا بكم في من هو شخصيا حاول من خلالها تسليط الضوء على بعض من إبداعاتها الجميلة والرائعة. شخصية اليوم قال عنه الشوكاني أن اليمن لم تنجب مثله، فقد كان عالما وفقيها ومحدثا بارعا، وله كتاب عنوان الشرف الوافي في الإرشاد. إذا استطعتم التعرف على صاحب هذه الشخصية فما عليكم إلا الدخول على الرابط الظاهري أسفل الشاشة واتباع التعليمات بدقة وملء الخانات او البيانات بالشكل الصحيح، عشان ما تقولون انا بعد كذا ما علمتكم. حظا موفقا للجميع. في هذا الجمال وهذه الروعة التي قضيناها نحن واياكم في طارح سعيدة 6 من هنا وهناك ينتهي مشوارنا معكم في حلقة اليوم. حاولنا أن نتنقل فيها في العديد من المناطق سواء كان في داخل اليمن أو في خارج اليمن، تعرفنا على العديد من الأشخاص، الجاليات العربية وغيرهم الكثير، وحاولنا أن ننقل جمال هذه المناطق والأماكن التي كنا بها.
نأمل من الله تعالى أن تعيشوا دائما بحب وسلام وجمال كجمال هذه الأماكن التي زرناها ونقلناها لكم عبر عدة الطائر السعيدة 6. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. أهلا بكم في طائر السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جواز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طائر السعيدة، طائر السعيدة. أهلا بكم بسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد والريف والأسواق والنوادي. أهلا بكم في طائر السعيدة، هلا بكم في طائر السعيدة.